السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات المرحلة الثانوية الصف الثاني الثانوي. النهاردة هنكمل من نفس النقطة اللي وقفنا عندها الفيديو اللي فات. ياريت بقى نصحصح كده ونجيب ورقة وقلم ونقعد نركز جدا مع الفيديو، لأن النهاردة هنتكلم في تفاصيل مهمة على استكمال الجزء اللي شرحناه المرة اللي فاتت، وإن شاء الله هيبقى فيه إكزامبل كده نحلوه مع بعض عشان نفهم كويس إحنا بنعمل إيه في شابتر 1. يلا تابعونا وجهزوا الورقة والقلم بتاعتكم. تعالى بقى نعرف مع بعض يعني ايه complete oscillation، يعني زبزبة كاملة. انا هنا مش جاي ترجم للغة العربية، انا جاي اوضح لك يعني ايه المادة اللي احنا بنشتغل بيها ويعني ايه التوبك ده جوه المادة. يا عم دي بتحصل في حياتنا، بص كده معايا، راح ورجع وراح تاني. ركز معايا، انا اهو عندي كده على اليمين، راح كده ورجع تاني كده. هوضحها لك هنا على البيج عشان لو اللون مش واضح بتاع القلم مع اللون الاسود. ده اوبجكت ابتدى من هنا بوزيشن 1، راح كده وصل لماكسيمم بوزيشن هنا عند 2، رجع، وهو رجع عدى على مين؟ على 1. راح فين تاني؟ لماكسيمم بوزيشن الناحية التانية 3. يبقى الراجل ده مشى من 1 راح ل 2، وهو راجع عدى على 1، بعد كده وصل لمين؟ لسلي. هل دي كده كومبليت اوسيليشن؟ لا، لازم يختم تاني عند 1 بشرط. بص بقى معايا كده وركز في الالوان لو سمحت. الاوبجكت ده راح لغايه 2 ورجع عدى على 1، كده عدى مرتين على 1. بس المره الاولانيه كان رايح والمره التانيه كان راجع، يبقى في اللحظة هيعدي فيها تاني مرة على بوزيشن 1 ده كان الدايركشن مختلف. لازم يكمل الاوسيليشن بعد ما يخلص 3، هيرجع تاني يعدي على 1. بص بقى كده، ها نفس الدايركشن هنا نفس الدايركشن هنا، يبقى في الحالة دي هو كده عمل complete oscillation، راح ورجع وراح الناحية التانية ورجع، عدى مرتين متتاليتين على البوينت دي بس في نفس الدايركشن. اقرا بقى معايا الديفينيشن كده. It is the motion of oscillating body، يعني complete oscillation اللي هي جاية من الاوسيليتري موشن، هي موشن مالها بتاعت oscillating body. ادي الاوسيليتنج body اللي هو الفايبريتنج body، الاتنين صح. When it passes one point، لما يعدي على نقطة along the path of its motion، على المسار بتاعه. بص بقى اللي جاي ده مهم قوي. twice ايه؟ مرتين متتاليتين. يا عم ما هو راح عند 1 اهو هنا وراح ل 2 ورجع تاني عند 1 هنا. اقول له لا، دي ما تعتبرش complete oscillation. ليه؟ الدايركشن وهو راجع من عند 2 بص كان تحت كده، عكس الدايركشن بتاع اول مرة. يبقى دي اول مرة، دي ما تعتبرش توايس بالنسبة لنا، لا، اللي هي second او two successive motion، two successive passing. هنا ما ينفعش اقول عليها توايس، ما عداش مرتين. امتى اقول عدى مرتين؟ بص ادي اول مرة ودي تاني مرة، بس ايه؟ in the same direction. يعني دي مش تاني مرة، هي عامة تاني مرة بس مش في نفس الدايركشن، يبقى لازم مرتين متتاليتين في نفس الايه؟ الدايركشن. يبقى لازم عشان يحصل complete oscillation، زبزبة كاملة، لازم الاوبجكت يعدي مرتين. يلا بقى مع بعض تاني كأننا بنشرح فيديو. يلا، ده راح بعدين راجع كده مش complete oscillation، وراح الناحية التانية وبعد كده راجع كده، اهي دي كده في اللحظة دي بقت complete oscillation.
عدى على النقطة نمبر 1 دي، نمبر 1 دي مرتين متتاليتين، مرتين بس في نفس الايه الدايركشن. تمام كده، واحدة واحدة، وكل الأمور هتبقى بسيطة مع التوضيح والإعادة، بتفيد الناس اللي ايه بتركز، بدل ما تقعد ترجع في الفيديو ادينا بنعيد مرة واتنين عشان تفهم. يبقى أول حاجة هنتعلمها في الأوسيليتوري موشن هنا الكمبليت أوسيليشن. يبقى أنا عندي نمبر 1 أول توبيك كمبليت أوسيليشن، وبنختصرها كده. طيب تاني حاجة بقى نتعلمها هي ايه؟ حاجة اسمها الامبليتيود. ايه الامبليتيود؟ بالعربي اسمها السعة. لا انا مش عايزك تفهمها كده. بص يا سيدي، ايه الفرق ما بين الويف دي وما بين الويف اللي تحتها دي؟ الفرق، بص دي طلعت قد ايه ودي طلعت قد ايه. يعني ايه طلعت؟ يعني لو ده الروب او السترينج ومسكته كده ورحت جاي شديته اب وداون، قعدت احركه اب اند داون، هتطلع الويف بالمنظر ده. يعني البارتيكلز هتطلع لفوق مسافه قد ايه او تنزل لتحت مسافه قد ايه، اقصى حاجه توصل لها. طالما جبت لك بقى سيره مسافه، ركز بقى معايا دلوقتي. ادي السترينج او الروب اللي احنا هنحركه علشان نعمل منه ويف، بس شرط ميكانيكال ويف. طب ما هي ميكانيكال ويف بتيجي من نتيجه حركه البارتيكلز اللي فوق الايه الروب او الثريد او السترينج ده. انا هنا اشرحها لك على بندلم، وهنا بشرحها لك على الثريد او السترينج. لو انا ركزت على كلمه اسمها displacement اخدتها السنه اللي فاتت، اي particles موجوده فوق هنا مجرد ما اتحرك الرب particles دي هتتحرك معاه. يعني particles اللي هنا دي هتتحرك، لو ده طلع لفوق هيطلعوا معاه لفوق، لو ده نزل لتحت هينزلوا معاه لتحت، وهكذا. بص رسمي ايه شكل الويف، بس particles اعلى مسافه طلعتها هي ايه؟ الحته دي. طب هنا دي اعلى مسافه؟ لا. تعال نوضح بطريقه اكتر شويه. لو انا رسمت كده، اعلى مسافه طلعتها البارتيكلز هي الحته دي. طب دي من هنا بقى لغايه هنا تعتبر اعلى مسافه؟ لا. امال دي تعتبر ايه؟ مسافه عاديه، displacement، ازاحه. فاذا انا هنا بشرح displacement الاول وبعدين اعرف يعني ايه امبليتيود. طيب تعالى بقى نشرح الموضوع ده على السيمبل بندلم اللي احنا بدأنا بيه الأوسيليتوري الموشن. ادي سيمبل بندلم اتحرك لغاية هنا. طبعا هو مش هيقف، انت بتسجل الرؤية بتاعتك او الريكورد بتاعك عند certain instant كده، عمل displacement 1. نفس السمبل بندلم عند لحظة تانية لقيته وصل لغاية هنا، يبقى دي displacement 2. اذا displacement تختلف حسب البوزيشن اللي انت وقفت عنده او حسب الانستنت اللي بتبص وقتها، انت ده عامل ديستانس كام وده عامل ديستانس كام. يبقى it is the distance of the vibrating bodies at any instant from its rest position or its equilibrium origin. والله المسميات كتير، تقول rest position، equilibrium origin، equilibrium position، original position، كل دي مسميات خلي بالك بتعدي عليك، فهتفيدك قوي في الاسئله بتاعت الامتحان انك ما تتلخبطش، كلهم نفس المينينج. ركز بس معايا هنا في البيج دي displacement ودي displacement تاني. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ قلنا دي displacement ودي displacement، لكن لو الاوبجكت جه هنا وبدا يرجع يبقى دي ساعتها ليها اسم خاص، maximum displacement. طب لما يبقى maximum displacement يبقى انا هنا هدي لها اسم مميز اسميه الامبليتيود.
اللي هي اقصى displacement يقدر يعملها، اقصى ازاحة بيوصل لها. يعني لو جينا نمثل كده على جنب، ده thread او rope او string، الراجل ده ممكن اشده يطلع لغاية هنا وينزل كده وهكذا. يبقى ساعتها اقصى حاجة هيوصل لها هي amplitude، يبقى من هنا لغاية هنا دي الماكسيمم displacement اللي عملناها للبارتيكلز المجاورة لمين؟ للسترينج اللي هو ده او الروب او الثريد. نفس الكلام البارتيكل الموجودة اتحركت لغاية هنا، يبقى ماكسيمم displacement ايه؟ ماكسيمم displacement حصلت هنا، يبقى ده امبليتيود. يبقى الرقم اللي بطلعه دلوقتي في الحالة دي هو الامبليتيود، انما الرقم اللي بطلعه ده displacement عادية زي المنظر ده. تعال بص معايا كده، هنا ده من هنا لغاية هنا بس دي displacement عادية، لكن من هنا لغاية هنا maximum displacement سميناها الايه؟ الامبليتيود. ده بالنسبة لي يا جماعة ده الجزء المهم قوي اللي انا كنت عايز اركز عليه. تعال بقى بص هنا، الامبليتيود ليه كام definition؟ two definitions. مش لازم تحفظ، خلاص انتهى عهد الحفظ، دلوقتي نقرا ونفهم ونشوف ده ونشوف ده ونشوف ده هيخدمني في التشوز او ده او منشن، لان كل المعلومات دي موجوده عندك في الكتاب والامتحان اوبن بوك، فما فيش اي قلق. طيب ناخد ايه تاني؟ فاضل لنا حاجتين وان شاء الله كده يبقى خلصنا اول بارت في شابتر 1، وكده يبقى بسطنا جزء مهم جدا اللي هو الويفز وانواعها، واخدنا الاوسيليتوري موشن والتوبكس المهمه اللي جوه الاوسيليتوري موشن، او هي دي الفيتشرز او البروبرتيز اللي بتميز لي الاوسيليتوري موشن في كل اوبجكت بيحصل له اوسيليتوري موشن، او كل اوبجكت بيفايبريت رايح جاي هنميزهم ازاي عن بعض. والله بنميزهم كومبليت اوسيليشن بتحصل ازاي، رقم 2 الفريكوانسي بتاعته اللي احنا هنشرحها دلوقتي، الامبليتيود ده مهم، كل الحاجات دي لازم نفهمها في اي ايه اوسيليتنج بودي او فايبريتنج بودي. نيجي بقى هنا كلمه الفريكوانسي دي مهم قوي الديفينيشن بتاعها، بس نشرحها الاول. انا عندي دلوقتي الاوبجكت ده راح لغايه البوينت من 1 لغايه 2، بعد كده راح عدى على 1 تاني ورجع على 3 ثم رجع ل 1 تاني. طيب ادي راح مره ورجع كده وكده، هل هيثبت في مكانه؟ لا، هيكمل ويبدا من اول وجديد، يريبيت اللي عمله تاني. انا كل اللي يهمني اللي انا رسمته ده، دي كده 1 كومبليت اوسيليشن. طب يا جماعه دي حصلت في تايم قد ايه؟ بقيس بقى بالايه؟ بالستوب ووتش، وابدا اقول الكومبليت اوسيليشن حصلت في 1.2 سكند، حصلت في 0.5 سكند. طب وبعدين؟ قال لي ده بيكرر دي كل قد ايه؟ فبدات من هنا كلمه فريكوانسي، التردد يعني التذبذب، يعني الراجل ده عمل كام ذبذبه في الثانيه؟ يعني نمبر of complete oscillation in 1 second. يعني الفريكوانسي بتتقاس عن طريق number of complete oscillation في 1 second. يعني انا هديها السيمبل ده واسميه نيو. نيو ده عشان تشتغله صح بتعد كام complete oscillation، وليكن 30. طب افرض 30 complete oscillation دول اخدوا 3 seconds، يعني 30 complete oscillation حصلوا في second، انت قدرت تعدهم؟ يا سيدي هنعتقد ان احنا عديناهم. اوكي 30 complete oscillation in 3 seconds، يبقى الفريكوانسي 10 cycle or complete oscillation per second. طبعا هنستغني بقى عن دي دلوقتي ونسميها ايه؟ هرتز. هرتز السيمبل بتاعها كده، يبقى الفريكوانسي 10 هرتز. حصل ايه؟ عديت كام كومبليت اوسيليشن وقسمتهم على التوتال تايم. الطريقه دي مهمه عشان هنحل بيها مسائل في الفيديو اللي جاي. طب انا دلوقتي عايز ادي ديفينيشن للفريكوانسي، بسيطه يا عم، هو القانون عندك ان اوفر تي، يعني بص معايا كده n number of complete oscillations، t يعني time، يبقى لما ادي definition اقول له it is the number of complete oscillations
made by vibrating body in 1 second. يبقى كل اللي يهمني في الموضوع ايه؟ انا عندي كام complete oscillation في ال 1 second. يبقى number of complete oscillation اللي انا عامل له underline بالاحمر ده in 1 second. طبعا الكلام ده عمره ما هيحصل الا عن طريق مين؟ vibrating body. vibrating body يا جماعة هو اللي بيسبب الكمبليت oscillation. يبقى made by vibrating body. يبقى الفريكوانسي definition هو مين؟ number of complete oscillation made by vibrating body in 1 second. دايما بخلي دي 1 وعد دول كام. طب لو جات لي مسألة ده مش 1 اهو انا جبت لك example بسيط. يبقى number of complete oscillation يتكتب عادي والtime total time اللي يحتاجهم البادي عشان يعمل 30 complete oscillation يتكتب في denominator وتعمل division ويطلع الرقم بالهيرتز ويبقى انت كده حسبت الفريكوانسي. ودي اول الافكار اللي هتساعدنا. يعني هنا عندك بص تحت كده هتلاقي في هنا example اهو بيوري لك number of complete oscillation. هنبقى نبص عليه دلوقتي قبل ما نقفل حلقتنا او الفيديو بتاعنا النهاردة. لكن انا عايز اوضح لك ادي فكرة من الافكار اللي بتجيلك في الامتحان. يبقى مهم قوي تفهم الجزء ده لان ده اللي عليه مسائل. الباقي يجي عليه choose او mention او explain. يبقى frequency definition بتاعه كده ما عندناش اي مشكلة فيه. ونكمل مع بعض وناخد اخر حاجة في التوبكس المهمة بتاعت الاوسيليتري موشن. ايه هو بقى البريوديك تايم؟ تعالى بص كده معايا. برضو هنرسم الفايبريتنج بادي. الفايبريتنج بادي اللي هو لايك سمبل بندلم راح من 1 لغاية 2 وبعدين رجع عدى على 1 كده مش كومبليت اوسيليشن لان مش في نفس الدايركشن اهو. هنكمل ونمشي معاه. طبعا انا بكلمك بلدي جدا عشان تفهمني يعني ايه. تابع الموضوع فولو ات. يبقى انت دلوقتي بتعمل فولوينج لغايه اما يكمل كومبليت اوسيليشن. وانس ان هو راح ل 3 برضه لسه ما كملش الكومبليت اوسيليشن ورجع عند البوزيشن ده عمل كومبليت ايه اوسيليشن. عمل كومبليت اوسيليشن عشان جه عند نفس البوينت بنفس الدايركشن كده. دي تاني مرة يعدي عليها. يبقى اول مرة وهو رايح لتو، تاني مرة وهو جاي من عند 3 هيبتدي كومبليت اوسيليشن جديدة. عشان كده قلنا هنا دي ايه توايس ات ذا سيم دايركشن كده عملنا كومبليت اوسيليشن. طب ده بقى احتاج وقت قد ايه؟ يعني تعالى نقول كده ادي المدرسة بتاعتك وادي الهوم. انت طلعت من هنا رحت المدرسة كده complete oscillation. لا ترجع تاني لغاية الهوم كده هتبتدي تعيد الموضوع من تاني يوم الصبح. يعني يبقى كده عملت complete oscillation رحت ورجعت. يبقى انت مثلا محتاج هنا 4 hours 8 hours نص ساعة رايح ونص ساعة جاي ادي ساعة وسبع ساعات في المدرسة يا سيدي. وليكن سبع ساعات على انك بتقضي full day. المهم او long day. المهم كده عملت complete oscillation احتاجت منك قد ايه؟ 8 hours وتكررها تاني يوم تاني 8 hours تاني يوم وتالت يوم وهكذا. طب انا دلوقتي التايم ده عشان اعمل one complete oscillation 8 يبقى هنسميه periodic time T capital ونحط كده ونكتب hours. اوكي يبقى هنا time needed by vibrating body to make one complete oscillation. يبقى عشان اعمل one complete oscillation محتاج وقت قد ايه؟ وليكن محتاج 0.3 second. ينفع؟ اه عادي جدا. pendulum سريع او 1.2 second. pendulum بطيء. المشكلة انت بتحسب في الامتحان المسألة وبيطلع معاك الرقم بس بتعرفها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. بتقول البريوديك تايم ده انا عشان احسبه هشوف انا اخدت وقت قد ايه في ال one complete oscillation. يبقى time needed to make one complete oscillation بس by mean by vibrating body او oscillating body. اوكي طب افرض انا ما عملتلكش كده يبقى انا ساعتها هضطر اكتب هنا ان. ليه بقى؟ انت مش قادر تقيس التايم تي ايكوال 0.3 سكند
هتعمل ايه؟ هتروح جاي تقول ايه؟ ادي 1 2 3 4 لغايه 10 وتقيس بالستوب واتش بتاعك، يبقى انت عديت عدد معين من الذبذبات 1 كومبليت اوسيليشن، بس الذبذبات كامله، يبقى 1 كومبليت اوسيليشن تم في وقت قد ايه؟ مش قادر اقيسه، يبقى 10 كومبليت اوسيليشنز تم في وقت قد ايه؟ يا عم نقول 10 سكندز، 10 سكندز، لا 30 سكندز. تعال نجرب كده، لو مثلا عملت 1 2 3 4 5 لغايه 10، 10 كومبليت اوسيليشن هي الام، واخد مني 3 سكند، يطلع معايا كام؟ 0.3 سكند. طب ناخد اكزامبل تاني، نرجع بسرعه كده. افرض انت عملت 10 كومبليت اوسيليشنز واخدوا منك 10 سكند، خلاص يبقى البيريودك تايم هيطلع بكام؟ ب 1 سكند. يبقى هي الفكره كلها بتعد الاول تحت كده اهو نمبر اوف كومبليت اوسيليشن على قد التايم اللي تقدر تقيسه، وبعد كده تحسبها بالمنظر ده. يبقى البيريودك تايم هو ايه؟ توتال تايم. يعني انا اقدر اقول لنفسي هنا وانا بذاكر دي توتال تايم، اه طبعا توتال ميجرد تايم كمان، على توتال نمبر اوف كومبليت اوسيليشن. دي مهمه جدا في السؤال اللي انت هتشوفه دلوقتي هنا. اتفقنا كده يا جماعه؟ يبقى انا بالنسبه لي انا عاوز اوصل لايه؟ اوصل ان انا درست الويفز وعرفت اول نوع اسمه ميكانيكال ويف، وتاني نوع اسمه الكترومغنتيك. ميكانيكال ويفز هنتكلم عليها بتفصيل ان هي بتنتشر في ماتيرياليستيك ميديوم، وبعدين انا بحتاج اشرح اوسيليتري موشن عشان جزء من الميكانيكال ويفز، او هي صوره من الميكانيكال ويفز اوسيليتري موشن. بشتغل على سمبل بندلم عشان ده فايبريتنج سورس مهم، وبدانا نقول اوسيليتري موشن بتحصل جوايا ايه؟ بتحصل كومبليت اوسيليشن، تدرس حاجه اسمها امبليتيود، حاجه اسمها فريكوانسي، الديسبيسمنت كومبليت اوسيليشن ديفينيشن بتاعها، الفريكوانسي، وبعد منه البيريودك تايم، ازاي احسب ده وازاي احسب ده، وهناخد اكزامبل حالا دلوقتي على الموضوع دوت، وبعد كده نفهم ايه الريليشن ما بين الفريكوانسي والبيريودك تايم عشان نربط المواضيع ببعضها. كل ده في الاوسيليتري موشن؟ لا، ده مش كل ده في الاوسيليتري موشن بس، ده كل ده في الويفز، واهمهم الاوسيليتري موشن اللي بنشتغلها دلوقتي اللي هي صوره من صور مين؟ الميكانيكال ويفز. طيب يبقى الديفينيشن بتاعي it is the time taken by vibrating body to make one complete oscillation، ده البيريودك تايم. وفي ديفينيشن تاني اقراه عادي من باب الاطلاع، ما تحفظش حاجه لان احنا قلنا مفيش حفظ. اليونت بتاعت الفريكوانسي هي الهرتز، واليونت بتاعت التايم هي السكند، والهرتز احنا قلنا ممكن نقول عليها يا اما هرتز يا اما اوسيليشن بير سكند او سايكل بير سكند. اول اكزامبل بسيط كده نقول لو جالي في الامتحان الشكل ده from the opposite figure calculate، هو مديني فيجر عليه شويه بيانات، انا هركز على حاجه مهمه قوي. بص كده معايا في الرسم، لو انا جبت لك vertical axis و horizontal، لازم اركز على المكتوب هنا، مكتوب لي x وهنا سنتيمتر، وهنا مكتوب لي t وهنا s يعني second، ولازم الويف، لازم اركز بقى number of waves هنا عشان احل المسألة صح. طلعت لغاية فوق ونزلت، وقفت اكبر حاجة هنا 5، يبقى 5 سنتيمتر، ونزل تحت بنفس الفاليو، وبعدين طلعت فوق تاني ونزلت وطلعت ونزلت، يعني كام ويف؟ 1 complete oscillation، 2 complete oscillation، 3 complete oscillation. يبقى ادي 1 وادي 2 وادي 3. تعالوا نرقم كده بس من باب الايه؟ التوضيح. يبقى دي نمبر 1 ودي نمبر 2 ودي نمبر ايه؟ 3. يبقى 3 كومبليت اوسيليشن، يعني النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ايكوال 3. طلبات حضرتك ويف امبليتيود، الامبليتيود هنكتبه ايه؟ ونقول ايكوال كام؟ بص كده اعلى نقطه على الرسم، يبقى ده ماكسيمم ديسبيسمنت، يبقى هو ده الامبليتيود بتاع الويف،
مكتوب قصاده هنا كام على الفيرتيكال؟ 5. يبقى باخد بيانات الامبليتيود من الفيرتيكال ديسبليسمنت اللي هي مكتوب عليها اكس على الاكسس بتاع الواي ده، وهنا الرقم قصادي 5. تمام، يبقى هنا 5. اليونت اللي مكتوبه عندي جيفن ايه؟ سنتيمتر. يبقى ما اكتبهاش متر، اكتبها ايه؟ سنتيمتر. جميل. تاني حاجه عاوز مين؟ ذا فريكوانسي. الفريكوانسي قلنا السيمبل بتاعها يو، اللي هو سوري نيو. يبقى وانا بحل اكتب له الرول ان اوفر التي. براحتك بقى، عاوز تشتغل 1 كومبليت اوسيليشن على 0.4، يعني هنا هتلاحظ ناخد لون تاني عشان نميز الموضوع. هنا التايم اللي مكتوب ده 0.4، يبقى ممكن اقول equal 1 complete oscillation، يبقى كده number of waves 1، number of complete oscillations 1 over mean 0.4، ويطلع الانسر بتاعنا كام؟ جرب كده على الكالكوليتر. لازم يبقى معاك طبعا كالكوليتر في الامتحان، ما تعتمدش على التابلت في كل الاوبشنز بتاعته، ممكن الكالكوليتر بتاع التابلت ما يساعدكش. اذا قدرت تستغلها صح اوكي، انا مش بقول التابلت وحش، انا بوضح رؤية معينة علشان الكلام يتفهم صح. انا بستخدم كالكوليتر في ايدي عشان يبقى سريع. يبقى انا بكتب 1 over 0.4 والانسر 2.5، واحط جنبيها اليونت. في طريقة تانية، انت قلت ايه؟ هناخد total number of complete oscillation. اوكي، يبقى انا ممكن اقول new equal total number اللي هو 3، بس ساعتها هركز على الطايم اللي في اخر حاجة خالص. بص معايا هنا كده اهو، عدد given 1.2، يعني التايم الاخير 1.2 سكند، يبقى 1.2. طب نركز كده ونكتب 3 over 1.2 على الكالكوليتر العادي، برضو طلع لي 2.5. يبقى ادي الحل الاثنين صح. محدش بقى يقول لي اصل انا حافظ طريقه معينه او هي دي الطريقه الوحيده. لا لا لا، احنا قلنا خد القانون وافهم وطبق اللي انت شفته بعينك زي الفيديو دلوقتي على المسائل كلها، هتلاقي الدنيا سلسه جدا ومفيش اي مشاكل ان شاء الله. انا حليت لك بطريقتين. واحد قال لي طب ممكن اقول 2 مكان الان على 0.8، برضو صح، هيطلع معاك نفس الرقم. طب افرض ما طلعش، يبقى انت كتبت على الكالكوليتر غلط. هي قصه مش قصه ان حاجه صح وحاجه غلط، يبقى في طريقه صح وطريقه غلط، الاثنين زي بعض، الثلاثه زي بعض، المهم اشتغل وطلع لي نفس الرقم. طيب ناخد بقى الجزء الثالث من السؤال، عاوز periodic time. برضو دي بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الفريكوانسي، بس هنكتب هنا total time على total number of complete oscillation. يعني هقول 1.2 over مين يا جماعة؟ 3. يعني يطلع كام؟ نجرب، تطلع 0.4. جميل، 0.4 ايه؟ second. طيب ممكن حضرتك نشيل بقى ده كده ونجرب حاجة تانية، ما عنديش مانع، شيل يا سيدي ونجرب 1 complete oscillation مع التايم بتاعها، وانا موافق. ما هو كل ده في مصلحة الطالب اللي بيجرب بكذا طريقة بيتعلم صح. طريقة واحدة يبقى انت عملت طريقة تقليدية. اول حاجة الـ periodic time، لو ركزت على الـ 1 complete oscillation، الـ 1 complete oscillation هكتبها هنا 1. احتاج التايم قد ايه؟ التايم اللي انا عايزه اهو هنا بتاع ال 1 complete oscillation،
ركز بقى معايا كده 0 بوينت كام؟ 0.4. يبقى هكتب هنا 0.4 يبقى هيطلع نفس الانسر ونفس الريزلت بتاعت الطريقه اللي فاتت. يبقى انت ما تلتزمش بطريقه معينه، افهم ولا تحفظ. اوكي، ده كان تفصيل الاكزامبل نمبر 1. ناخد الاكزامبل نمبر 2. الاكزامبل نمبر 2 يا جماعه بيقول the number of water waves passing a certain point in 1 second is 12 waves. يعني مية بحر، مية جوه كونتينر، وحصل المنظر ده، قعدوا يعدوا through 1 second. اي بوينت عدى عليها كم ويف؟ الويفز ماشيه كده، يبقى عدت اول ويف، ثاني ويف، 3 ويفز، 4 ويفز، لغايه 12 waves. يبقى ال n عندي given بكام؟ ب 12. يبقى ده نقطة مهمة جدا. calculate the wave frequency. يا باشا موضوع بسيط جدا، new equal n over t. يبقى حضرتك ال n بكام؟ ب 12. طب انا مش لاقي التايم، نقرا تاني بالراحة كده وهميزها لك عشان تاخد بالك كويس قوي من الموضوع ده. Water waves passing a certain point in 1 second. يبقى الراجل ده اخد تايم قد ايه؟ 1 second. يبقى حضرتك كل اللي هيتم معايا في الجيفن تايم ب 1 second. خلاص، يبقى انت دي ب 1، يبقى الفريكوانسي ايكوال كام؟ 12 هرتز. دول تو اكزامبلز يبسطوا لك الموضوع، وان كان هنا فكره حلوه شويه. اطلع من النهايه دي بايه؟ ان حضرتك عندي دلوقتي في ريليشن ما بين الفريكوانسي والبريديك تايم. ركز كده معايا، هنا الفريكوانسي ايكوال ان اوفر تي، والبريديك تايم تي اوفر ان. لو بصيت كده على القانونين دلوقتي هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان ده مقلوب ده، يعني ده عكس ده. ادي البريودك الفريكوانسي، وادي البريودك تايم. يبقى ده ايكوال 1 اوفر ده، سواء فريكوانسي ايكوال 1 اوفر تي او تي ايكوال 1 اوفر فريكوانسي. ده معناه ايه؟ نوضح بقى الجرافس اللي ممكن نسالك فيها في الامتحان اسئله مهمه. درو ذا ريليشن بتوين فريكوانسي اند بريودك تايم. ماشي، هو سؤال بسيط ممكن يجي، ايه المشكله؟ لازم ارسمه كيرف كده. طب لو قلت لك ده كيرف، او سوري ده جراف بتوين فريكوانسي اند ريسيبروكال اوف بريديك تايم، فايند سلوب. هنا بقى دي نقطه مهمه جدا. هو القانون بيقول ايه؟ نيو ايكوال 1 اوفر تي. ممكن اعمل له طريقه ثانيه، نيو تايمز تي ايكوال 1. يعني ممكن اقول نيو اوفر 1 اوفر تي برضه ايكوال 1. مش ده القانون؟ طيب مين في الواي اكسس ان يو، مين في الاكس اكسس 1 اوفر تي؟ طب ما هو السلوب هو التشينج في الواي على التشينج في الاكس، يعني دلتا يو اوفر دلتا 1 اوفر تي، يعني في النهايه برضه ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى السلوب بتاعي هنا ايكوال مين يا جماعه؟ equal 1. يبقى انا ممكن اجيب لك جراف في الامتحان وزي ما اتعودتوا السنه اللي فاتت ونقول لك find the slope. يبقى الريليشن ما بين الفريكوانسي والتايم ان الاثنين دول عكس بعض. يعني ممكن اجيب رقم في الامتحان واقلبه، يعني ممكن اجيب الرقم ده واجي اسالك هنا find the periodic time، تقول لي اوكي البريودك تايم 1 اوفر 12. حقك، بس بشرط اوعى تطلع لي الفريكوانسي غلط. يعني سيادتك لو طبعا نرجع تاني بسرعة كده، توضيح بسيط. أنا بتكلم دلوقتي على periodic time مش على frequency، معلش. يبقى periodic time 1 over frequency، يبقى 1 over 12 اللي هي equal 1 over 12 decimal 0.0833 second. هنكتب واحدة منهم وخلاص 0.083 seconds. اوكي،
انا كده شغال صح عشان انا جبت الرقم ده صح. انت في الامتحان لو طلعت الرقم ده غلط هتجيب ده غلط. طب ما تشتغل بالقوانين اللي دماغك، نيو ان اوفر تي، تي ايكوال تي سمول اوفر ان، اللي هما القوانين اللي تحت دول. يبقى حضرتك لازم تركز كويس قوي في الحته دي. اوكي، ده بالنسبه لي كانت الريليشن ما بين الاثنين دول مع بعض. ناخد بس حاجه بسيطه ويبقى احنا كده ايه ان شاء الله المره الجايه نبتدي من حاجه ملهاش علاقه بدول قوي عشان نعرف نشتغل كل توبيك او كل بارت لوحده. ايه موضوع السيمبل هارمونيك موشن؟ هي حاجه شبه السيمبل بيندرم، بس بتتم ازاي؟ بهدوء تام كده. لو جبت اي بوكس او اي اوبجكت بس معلقتوش بقى هنا المره دي في ثريد، علقته في سبرينج سوسته، وبعد كده شديته كده لتحت، هيحصل ايه للسبرينج ده؟ هيحصل له elongation، وبعد كده هسيبه هيرجع للريست بوزيشن. هل هيثبت في مكانه؟ لا، هيطلع لفوق شويه، فهيعمل لي هنا contraction للسبرينج، يعني هينضغط كده وايه او ينكمش شويه. يبقى ده طالع لفوق عمل لي contraction او compression عشان يضغطه، وهو تحت نازل عامل elongation، هيفضل بقى ده نازل وطالع، يعني يفضل بالمنظر ده. بص بقى هنا اول حاجه كده اتضغط، بعد كده سبته، بعد كده نجاه للريست بوزيشن وراح عامل تاني elongation ويرجع تاني للريست بوزيشن ويعدي ويكمل، يعني ده يفضل عاوز ينزل لتحت، ده يروح نازل لتحت كده يا شباب، وبعد كده يروح جاي معدي كمان لتحت ويرجع يطلع لفوق، ما يقفش يكمل لفوق ويفضل هكذا. تعال بص كده في الشكل اللي تحت ده، ده بيوصلوه ببن عشان يرسم شكل الويف، وطبعا ده هنا بيحصل موشن للبيبر عن طريق الرول دي عشان يبدا ايه يرسم لي شكل الويف. ده بينزل يروح نازل معايا كده، يطلع يروح طالع معايا كده. ركز معايا كده، ادي المكان بتاع الريست بوزيشن، ده الخط اللي مرسوم في نص الورقه. البوكس نزل، يروح نازل معايا كده القلم ويرسم. طبعا ده في حاله ان البيبر بتتحرك، لان ده واقف في مكانه ما بيتحركش. بص معايا كده هنا على السبرينج، هل ده بيروح يمين او شمال؟ لا، الورق بيتحرك والبن عمال يرسم. اللي بيحصل بيرسم الفايبريشن بتاع السبرينج، ده يطلع وينزل يعمل الامبليتيود بتاعه، يبقى طالع نازل والبيبر بتتحرك، رسم لي شكل الويف. الشكل ده سيمبل هارمونيك موشن، اللي هو بنقول عليه سيمبل اوسيليتوري موشن. بص كده تحت هنا عند النوت دي بيقول لك ذا سيمبل اوسيليتوري موشن is called simple harmonic motion which can be represented by lateral curve as follows. طبعا هنتكلم اهو، الكلام ده تقراه انت وانا شرحته لك على الرسم بايدي ده وعلى الفيجر بالتفصيل الممل. وبكده النهارده يا جماعه يبقى خلصنا بارت 1 من شابتر 1 اللي هو بيتكلم عن الويفز. ان شاء الله الدنيا تكون بسيطه وسهله معاكم. بسرعه كده نقول احنا خدنا الويفز، انواع الويفز، وركزنا على الميكانيكال ويف، ايه الكونديشنز بتاعتها عشان تحصل، والتلاتة لازم يكونوا موجودين، ما ينفعش تو كونديشنز ولا وان كونديشن لوحده. وبعد كده اخدنا الاوسيليتوري موشن اللي هي من انواع او احدى صور الميكانيكال ويف، اخدناها على السيمبل بندلم اللي هو فايبريتنج سورس وهو احد الكونديشنز بتاعه الميكانيكال ويفز. عشان كده درسنا الاوسيليتوري موشن اللي فهمنا في الاخر ان الاوسيليتوري موشن هي سيمبل هارمونيك موشن، وبتحصل في البندلم او اي حاجه بتتذبذب حوالين الريست بوزيشن بتاعها. في الاوسيليتوري موشن اتعلمنا الكومبليت اوسيليشن، وتعلمنا حاجه اسمها الامبليتيود اللي بتفيدنا جدا في المسائل، وبيحسب الامبليتيود بتاع الفايبريتنج بودي او الامبليتيود بتاع الويف. بعد كده اخذنا الفريكوانسي اللي هي الذبذبات بتاعه الويف، دي مهمه جدا في الويفز وهتخدمكم في سنه ثالثه ان شاء الله.
وكمان اخدنا البريودك تايم برضو هنحتاجه في سنه ثالثه. اذا الشابتر ده وشابتر 2 اللي جايين ان شاء الله محتاجينهم جدا في سنه ثالثه، لازم نتاسس. انا شرحت بالتفصيل، ارجو ما اكونش طولت عليكم في التفاصيل، لكن في الاعاده بتبقى افاده لبعض الطلبه عشان ما نراجعوش الفيديو تاني. خلصنا الجزئيه دي واخدنا اكزامبلز بسيطه، وخلصنا جزء اسمه سيمبل هارمونيك موشن، نفهم منه ان هو زي الاوسيليتري موشن زي سيمبل بندرم، فممكن المسماه دي تقابلك في الامتحان ما تلخبطلكش الدنيا. ادينا بنتعلم، اقروا البي دي اف كويس قوي وتابعوا الفيديوز اللي جايه، هناخد بقيه الشابتر وهنحل اكزامبلز كمان على المواضيع اللي بندرسها تاني جديده في الشابتر، وفي حلقه مخصصه للتمارين اونلاين. ارجو تتابعونا، وان شاء الله تكونوا الموضوع بسيط عليكم وتكونوا موفقين السنه دي وتحققوا الفول مارك في كل المواد يا رب، عشان يبقى موقع الخطة التعليمي قدم خدمة كويسة لطلبة وطالبات الثانوية العامة. وبنخص بالذكر طلبة اللغات، لأن المادة اللي بنشرحها النهاردة هي مادة فيزيكس، يعني ما ينفعش نشرحها غير باللغة الإنجليزية. إن شاء الله على تواصل مع بعض، استنونا الفيديو الجاي وإن شاء الله نكون مع بعض على طول لآخر السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.